عليكم. اليوم ان شاء الله غنحضروا خبيزات ديال المناسبات اللي طلبوهم لي الناس في الباج ديالي ديال الفيسبوك. هاد الخبيزات غنحتاجو ليهم. عندي هنايا عجينة 10 دقائق، عندي هنايا عجينة 10 دقائق اللي سبق لي وحضرتها. لا بغيتو تعرفوا الطريقه ديال تحضير ديال غنحتاجو ليها. عندي هنايا عجينة 10 دقائق سبق لي وحضرتها. لا بغيتو تعرفوا الطريقه ديال التحضير ديالها زوروا القناه ديالي. عندي هنايا خشخاش او البافو، عندي هنايا الجزر الابيض، دقيق والحليب. دابا غندوم في التشكيل ديال العجينه. رشوا الدقيق، شتو الجينة نكبرها بحال الشكل هدا. غادوها الشكل هدا، نحط وحدة أخرى. ناخذ واحد البلاطه سبق ليا ودهنتها بشويه ديال الزيت. غنضع فيها الكويرات ديالي، نكرصهم شويه شويه بحال الشكل هذا وتحافظ بحال الشكل هذا شويه.
من بعد ما وضعت الكويرات ديالي في اللاطه، دابا غندهنهم بالحليب. انتم تقدروا تدهنهم بالبيض او بالزيت حسب اختيار كل واحد. وغنزينهم هنايا، عندي الخشخاش وجزان بيض. ناخذ الحليب غندهنهم بحال الشكل هذا. ناخذ القشقاش والجزر الابيض، دابا غنشرطو العجينة ديالي. انا هنايا استعملت زوار، نتوما يا تقدروا تستعملوا كان عندكم شي سكين ماضي تقدروا تشرطوا به. بحال هاد الشكل هذا نخليهم حتى يطلعوا مزيان، هذا باش ندخلهم الفران يطيبوا. كما تلاحظوا معايا الخبيزات ديالنا طلعوا، دابا غندخلهم الفران. الفران يكون سخون، ملي يطيبوا نتلاقاو ان شاء الله. ها هما الخبيزات ديالنا من بعد ما خرجناهم من الفران، كما تلاحظوا معايا كيجيو محمرين، الشكل ديالهم زوين مفشفشين بزاف. كيما كتلاحظو معايا كيجيو مفشفشين، شي كيما كتلاحظو معايا. ها هما الخبيزات ديالنا في الشكل ديالهم النهائي، كنتمنى انهم يعجبوكم. بالصحة والراحة، نتلاقاو فرصة جديدة.